السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وتحياتي لحضراتكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. طبعا الحلقة النهاردة يعني طلب مني ناس كتير جدا، كل يوم يعني كان عندي مريضة من كندا، فهي عايشة في كندا بقالها فترة طويلة وجاية عايزة إبر المنجارو والإبر الأوزومبيك، وانتوا عارفين الحاجات المنجارو والحاجات دي غالي قوي، يعني الموضوع بقى يعني سعره اوفر وبياخدوه بقى ايه بالكميات. عايزه ابر مونجارو وعايزه ابر الاوزمبك والترولستي، وطبعا الترولستي لا، هما بيطلبوا المونجارو والاوزمبك دايما. وطبعا عايزين نعرف هل هو في التخسيس، هل هو في مرض السكر، ايه قصه الابر دي ايه، وهل هي لها مضاعفات ولا لا، وامتى تتمنع وامتى تعمل مشاكل. كل ده محتاجين نتكلم فيه، يعني محتاجين نعرف انتوا عايزين الموضوع ده كده. يتهيألي مفيش حد اصلا ما يعرفش الابر دي وما تابعش الموضوع، وحاجة في غاية الاهمية. الموضوع هو اسمها جي ال بي، دي هرمونات بيسموها اندوكراين الجي اي تي، يعني غدد صماء كده موجودة في الجهاز الهضمي، ودي الحاجات اللي احنا بنقول عليها بتشتغل على الجهاز الهضمي. فالفكرة كلها عشان نبقى فاهمين الموضوع من البداية، لازم تفتحوا عليكم شوية، يعني ركزوا معايا شوية في البداية عشان تفهموا الإبر دي بتشتغل ازاي، وهنقول لكم تنفع تشتغل في التخسيس ولا لا، وليه عاملينها المرضى السكر فقط والكلام ده كله، ومين الناس الممنوعة من القصة دي. وبنسوار دي لفرنسي، اوكي. فدلوقتي هنتكلم ونسمع، وبعد كده هنقول لكم الاسئله بتاعتكم كلها زي ما انتم عارفين، يعني الموضوع بمنتهى البساطه، ركزوا بس معايا كويس. في ماده في الجسم، مش هنذكر اسماء، ماده اسمها جي ال بي في الجهاز الهضمي، في مناطق معينه في الجهاز الهضمي. الماده دي المفروض لما انا اكل تروح للبنكرياس تقول له يا بنكرياس طلع لنا شويه انسولين. لغاية دلوقتي الكلام واضح ومفهوم. يروح البنكرياس مطلع لها شوية الايه؟ الانسولين. حلو؟ في الحالة دي المادة دي مع مريض السكر، مع مريض زيادة الوزن، مع مريض مقاومة الانسولين، المادة دي بتقل خالص. يعني المادة دي كده ايه؟ بتقل بشكل كبير. يعني يبدأ المريض المادة دي عنده تقل. فعشان كده لما بيجي ياكل سكره بيعلى. فالمادة مهمة جدا. فقال لك نجيب أدوية زي لقوا ان المادة دي بتتكسر بعد دقيقتين، حاجة اسمها دي دي بفور بيطلع يكسرها. فقال لك خلاص نخترع حاجة تموت المادة الانزيم اللي بيكسرها ده. فعملوا الجالفاس والجانوميت والحاجات دي. رجعوا قالوا طب ايه المشكلة لما ندي احنا الجي اللي بيه ده عن طريق ابر، نديه للمريض السكر النوع التاني اللي سكره عالي. فأصبح دلوقتي مريض السكر العالي بيبقى عنده نقص في المادة دي. فلقوا المادة دي قال لك نعملها في أدوية وتبقى المريض بياخدها عن طريق الحقن. فعملوا أول ما بدأوا بدواء اسمه فيكتوزا، الفيكتوزا، ولقوا إن المادة دي لها فوائد كتير جدا. هقول لكم الفوائد بتاعتها على سبيل المثال. بتشتغل على أكتر من محور، يعني بتشتغل على 5 محاور. تشتغل على المخ، تشتغل على الكبد، تشتغل على القلب، تشتغل على البنكرياس، وتشتغل على الجهاز الهضمي. وملهاش دعوة خالص، هي بتشتغل المادة دي بتشتغل لما السكر يدخل جسمنا في البطن أو الأكل والشرب ينزل في المعدة والجهاز الهضمي. طب افرض أنا جربوا يحقنوا المريض سكر، لقوا إن مفيش تأثير للمادة دي خالص. فإذا هي لها علاقة بالأكل والشرب، يعني لو انت كلت هي هتشتغل، ما كلتش مش هتشتغل. لغاية دلوقتي الامور واضحة والصوت والصورة يا جماعة؟ طمنوني عامل ايه، وتشربوا قهوتكم ولا لا؟ طيب كله تمام كده؟ تمام. لقوا المادة دي بتعمل ايه في جسمنا، علشان بس تبقوا فاهمين الموضوع ومذاكرين الموضوع وكل حاجة، وهل دي مادة نزلت لإبر تخسيس ولا علاج سكر ولا ايه بالظبط.
عشان عايزكم تبقوا محافظين الموضوع. يعني ايه اوزومبك؟ ساعه ما قالوا لكم ايه اوزومبك ده، بتعرفوا اوزومبك ده فيه الماده اللي ناقصه عندنا عند مرضى السكر. بتعمل ايه في جسمنا؟ هقول لكم بتعمل ايه في جسمنا. بتزود الانسولين سينثيسيس، يعني بتعمل ايه؟ بتخلي الانسولين البنكرياس يطلع انسولين زياده، تطلع ايه؟ انسولين زياده، وتزود افرازات الانسولين اللي بيطلع، يعني بتعمل تخليق للانسولين وتطلع افراز انسولين زياده، بالتالي السكر هينزل، السكر هينزل، وهتزود افراز البيتا سيل، تبدا خلايا البيتا سيل تزيد شويه، اللي هي البيتا سيل اللي بتفرز انسولين، ويبدا يحصل نمو في خلايا البيتا سيل. ده شغله على الايه؟ البنكرياس. ده شغله على البنكرياس. يبقى الادويه دي بتشتغل على البنكرياس باي طريقه، هو ده اللي احنا ايه، ده شغله على ايه؟ على البنكرياس. لغايه كده تمام. طيب على الجهاز الهضمي تعمل ايه؟ تقلل خروج الاكل من الجهاز الهضمي، يقوم الاكل يفضل شويه، يقوم ما يحصلش امتصاص للاكل سريع، يقوم السكر ما يعلاش. يبقى ده على شغل الجهاز الهضمي. ما تقلل في حركة الأمعاء، تقلل فيها، علشان كده بيجي ناس يبدأ يشتكي بقى من موضوع الجهاز الهضمي والأعراض الجانبية بتاعة الجهاز الهضمي. حلو الكلام، حلو الكلام. تيجي على الكبد تقول له وقف لي إنتاج السكر اللي بيطلع من الكبد. احنا بنتكلم عن أدوية الأوزومبيك والترولستي والساكسندا والفيكتوزا والمونجارو، دي كلها عيلة واحدة ودول ولاد عم، خلاص؟ العيلة دي كلها عيلة واحدة، خلاص؟ سموها كده عيلة بقى، انتوا عايزكم تختاروا لي اسم للعيلة دي عشان نقول ولاد كذا. حلو؟ فدي كلها عيلة واحدة، يعني الأوزومبيك، المنجارو، كل حاجة دي عيلة واحدة، مترتب عليها حاجات كتير. فكل الميكانيزم اللي احنا بنشتغل بيه ده، كل اللي احنا بنقول عليه ده، كل ده عيلة واحدة من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نعرفها، الأوزومبيك والترولستي كل ده عيلة واحدة، يعني الميكانيزم الشغل بتاعهم ده شغل موجود في كل العائلات، خلاص؟ يعني اللي انا بتكلم عنه الأوزومبيك والترولستي، وبتكلم عنه عن كل حاجة. يجي في الكبد يقول له مش عايزين سكر كفاية، احنا متشكرين. يقلل الدهون اللي على الكبد لدرجة ان هم بيفكروا يبقى ده علاج لدهون الكبد مرخص بعد كده، يعني الناس اللي عندها دهون على الكبد هتتحسن. هتقلل انزيمات الايه اللي هو الكبد، لو ارتفعت الانزيمات بتقل، وكمان هتقلل التشحم بتاع الكبد، وده من الحاجات الفوائد بتاعتها. يعني الناس اللي عندها دهون على الكبد وعندها سكر هتستفيد جدا من الإبر دي. طيب تيجي على المخ تعمل لنا شوية حاجات كده مهمة، تحسن الذاكرة بتاعتنا، وتقلل التهابات المخ، وتحسن كمان من الباور بتاع الجسم. كل ده بيحصل كل ده بيحصل مع الإبر دي، وبتزود بقى إحساس الشبع، هو ده السبب الرئيسي اللي الناس خست عليه، حرق الدهون وبتقلل الدهون الكبد، وده السبب الرئيسي ان الابر دي خدت شهرة جامدة بتسد النفس. تعرف بقى لما واحد يحب حد يسد نفسه لدرجة ان الناس ما بتقدرش تكمل الابر، بتسد نفس تسد النفس. وبتختلف بقى في العيلة الواحدة، في حاجات بتسد النفس بشكل جامد، وفي حاجات بتسد النفس بشكل ايه؟ متوسط. يعني سدت نفس بجد، عارف واحد يقول لك إيه انت سديت نفسي، هو ده بقى الابر دي. وبتيجي على القلب، لها فوائد للقلب، لها فوائد للقلب، بتعمل حمايه للقلب، وبتحسن من الهارت ريت، وساعات تزود ضربات القلب، وبتزود الحاجات المضاده للالتهابات بتاع القلب، وتقلل الاصابات الشرايين اللي هي بتاثر على الاغطيه المخاطيه للقلب، وتقلل الكوليسترول، ولها تاثير على الكوليسترول والدهون اللي بتبقى موجودة في الشرايين ده طبعا. وبتزود حاجة كده مهمة تانية، لكن مفيش داعي ايه ان انتوا تعرفوها عشان اسمها صعب شوية عليكم. حلو، يبقى احنا كده اتكلمنا عن 5 محاور بيشتغل عليها الابر دي. الابر دي 5 محاور بيشتغل عليها علشان تحسن من
المرضى السكر ومرضى زيادة الوزن ومرضى كمان دهون الكبد. يبقى الإبر دي مفيدة للناس اللي عندها سكر مع زيادة وزن، هتحسن له الموضوع جدا. والناس اللي عندها سمنة ومفرطة الإبر دي جابت معاهم نتائج. معايا ناس نزل وزنهم 30 كيلو و40 كيلو و20 كيلو على حسب قدرة كل واحد، لأن فعلا بتخليك مالكش نفس تاكل. يعني هي وجبة واحدة في اليوم تلاقي نفسك خلاص شبعت. وطبعا الإبر دي أنقذت ناس كتير جدا من موضوع عملية التكميم. الناس اللي بتبقى مقررة انها تعمل عملية التكميم هي وصلت ل 22%، يعني هي نفسها نفس عملية التكميم بالظبط. طيب ما انا اشق بطني واعمل عملية واتعرض لتخدير ومضاعفات، لا انا مش هعمل كده، انا هستمر على الإبر دي. ممكن نستمر عليه. طيب مين المفروض ما ياخدش الإبر دي؟ الناس اللي عندها سرطان حصل في الغدة الدرقية. الناس اللي عندها سرطان في الغدة الدرقية، تمام؟ او حاجة اسمها ميدلر سيل كارسينوم، او في العيلة، تمام؟ انا رأيي اي حد عنده نوع من انواع السرطانات قبل كده في العيلة او حاجة ما يفضل ما ياخدش. طب هل تورم الغدة يعتبر ممنوع؟ لا مش ممنوع. مين اللي قال انه ممنوع؟ هل تورم الغدة الدرقية ما واحد يعمل اشعة يلاقي في تورم في الغدة الدرقية؟ لا. لو في خلايا سرطانية في الغدة الدرقية ممنوع. هي دي القصة كلها اللي انا بقول عليها. يعني انا عشان اقول ده يبقى اللي ممنوع ياخده هو الشخص ده، او واحد عنده حساسية للدواء، او يكون حد عنده الاعراض الجهاز الهضمي اعراض كبيرة جدا ومسببة مشاكل ليه ومش قادر ان هو يستحملها. انا طبعا برحب بيكم كلكم، جروب المغرب وجروب مصر والسودان والتركية وجميع انحاء العالم وامريكا طبعا. الاعراض الجانبية اللي المرضى بيشتكوا منها الغثيان، الترجيع، الام المعدة، احساس الارهاق والتعب، الامساك او الاسهال ممكن يحصل، والاحساس المعدة يقول لك ايه انا تعبان جدا، وكندا طبعا وعندي ارتجاع في المريء وحاجات زي كده. طبعا في ناس ما قدرتش، يعني انا اعرف ناس من اول ابرة خدتها وما قدرتش تستحمل. طيب نتكلم بقى تاني عن طريقة الاستعمال. الفيكتوزا كان بيستعمل يوميا، الفيكتوزا كان بيستعمل يوميا. فلما حصل ان الفيكتوزا استعمل يوميا كان مشكلة بالنسبة للناس. في ناس كتير قالوا ان مفروض ان ما اقدرش استحمل حتة كل يوم دي خالص. فعملوا ايه؟ قال لك نعمل ابرة اسبوعية. فعشان كده عملوا الابرة الاسبوعية، تمام؟ فلما عملوا الابرة الاسبوعية ابتدت الناس تجري عليه وتاخده. اصبح في، يعني عايز اقول لكم، خناقات على الاوزمبيك اول ما ظهر، والناس بقت تاخده للسمنة وطبعا بقى ياخدوه علشان زيادة الوزن بشكل كتير جدا، لدرجة ان الناس ما عندهاش سكر وبقت تاخده. حلو. فاصبح دلوقتي انا بتكلم عن مرضى السكر. الجمعيات العلمية ما تدوش موافقات خالص لموضوع السكر. الموافقات بتاعت الجمعيات العلمية قالوا لمرضى السكر فقط، ومش هينفع خالص لزيادة الوزن. الى ان جه مؤتمر، خلاص احنا رايحين عشان ابتدوا يتكلموا عنه، انه وافقوا على ان المنجارو يستخدم في زيادة الوزن. وافقوا انه يستخدم في زيادة الوزن. يبقى احنا كده
المونجارو بقى خد التصريح خلاص من الجمعية السعودية أو منظمة الدواء والغذاء السعودية إنه يستخدم لزيادة الوزن. حلو. فقالوا إن إحنا هنديه كل أسبوع، غيروا في الموليكيول بتاعه وقالوا ياخد الأوزمبيك كل أسبوع والمونجارو كل أسبوع. في تكة هنا بقى، ما تعملش عنتر ابن شداد وتروح قافز من الجرعة الأولانية اللي بتاع أصوار، اللي بيبقى عايز يخس بيبقى متحمس قوي يقول لك إيه أنا عايز أخس العشرين كيلو دول في شهر. يا عم طب اهدى شوية، طب يا عم خلينا نعمل الموضوع ولا أي حاجة. لا أنا عايز أخس دلوقتي، شوفوا لي حل. طب نبدأ بالربع. فالربع بقى بتاعها إيه؟ اللي هو الأوزمبيك فيه ربع ونص وواحد. المفروض تاخد الربع ده شهر والنص شهر وبعد كده استمر على الواحد. بيجي لي مرضى من الناس بتوعنا حبايبنا، يروح جاي يقول لك ايه انا بقى عايز ابدا انا بالواحد. يا دكتور انا كنت باخد فيكتوزا. يعني انت كنت بتاخد فيكتوزا؟ اه. طب يا عم يهديك يرضيك، لا انا هاخد الايه الفيكتوزا وانا هبدا على طول على الواحد. فقلت لهم يا جماعة مش هينفع، شوفوا حل في الموضوع. يعني انت شوف ابدأوا زي ما قلت لكم. قال لك لا احنا عايزين ناخد زي ما بنقول كده وعلى طول مرة واحدة. انا تاني يوم قلت لهم يا جماعة مش هينفع زي ما بقول لكم كده، خلاص انتوا حرين زي ما انتوا عايزين. فاحنا هنعمل ايه؟ خلينا ناخد زي ما انتوا قلتوا الأوزمبيك ده الواحد. انتوا عايزين كده؟ مصرين. اه مصرين، واحنا عارفين ودي على مسؤوليتنا. مش طبعا ما وافقتهمش، هم راحوا خدوا الجرعه الواحد، وبعد ما كتروا راحوا خدوا اللي هو نظام يعني جمعوها وعملوها واحد ملي جرام. ابتدى بقى الناس ايه زي ما قلت لكم كده. عايز اقول لكم دخلت طوارئ في المستشفى عندنا هنا في جده، واصبح دلوقتي لما دخلت طارق جات لي تاني يوم على كرسي وتقول لي انا ما سمعتش كلامك يا دكتور، والحمد لله دلوقتي انا سمعت كلامك وانا اسفه اللي عملته في نفسي وكنت هموت ومش عارف ايه وكده. فما فيهاش عافيه، لان الجرعه اللي انت جسمك بيبقى عنده لسه ما خدش على الدواء. جسمك المفروض ان هو ما خدش على الدواء، جسمك المفروض ان هو لازم يبقى بالتدريج. ف لازم يبقى واخد بالي بالتدريج، لازم اعود جسمي على المادة الجديدة دي، لان اعراضها الجانبية هتبقى بالنسبة لك عنيفة. انت ما انتش عارف، وبعدين بتقعد اسبوع يعني انت خدتها وتعبتك بتفضل كذا يوم تعبان. فالمهم من هنا لهنا ابتدت الناس تفهم الموضوع. فلازم يا جماعة ناخد الجرعة بتاعتنا الربع والنص وبعد كده الواحد بالنسبة لايه للأوزمبيك. طيب بالنسبة للمونجارو بناخد 2.5 لمدة شهر، والاتنين ونص أقوى من دي جرعة تيست، يعني بيقال طبعا أنها أقوى من الأوزمبيك. حلو الكلام. 2.5 وبعد كده 2.5 5 7.5 10 12.5 15. طبعا في معايا ناس فراودة وصلوا ل 12.5 وخسوا أكتر من 20 كيلو لغاية دلوقتي في أقل من 3 شهور، ومعايا ناس كتير خست جدا، والأوزمبيك نفس الكلام في ناس خست عليه. الفرق بقى في السعر، سعر المونجارو غالي جدا، يعني تقريبا 3 علب من الأوزمبيك، يعني علاج 3 شهور من الأوزمبيك بمقام علاج شهر واحد من المونجارو. وبصراحة أنا بشوفش في فرق بينهم قوي يعني. فطبعا اللي أنا عايز أقوله لكم في الآخر جدا، ابتدى الناس تبقى ايه بتتفهم الموضوع اول باول. اصبح دلوقتي المونجارو خلاص تقريبا اخذ الموافقه على انه ينزل لعلاج السمنه والسكر بالنسبه لمرضى السكر وزياده الوزن. طبعا البريكوشنز طبعا تحت اشراف طبي، كل واحد مسؤول مع الدكتور اللي هيديهوله. وفي نفس الوقت مفيش داعي خالص ان انا اجازف واروح اخد حاجه بدون ما يكون اشراف طبي عليها. تمام. هنشوف بقى الاسئله بتاعتكم، والموضوع حلقات رمضان ان شاء الله باذن الله هنشوف الحلقات بتاعت رمضان. هنشوف الاسئله من على الايباد هنا
وان شاء الله باذن الله نتكلم عن حلقات رمضان باذن الله. نشوف الاسئله اللي كتب اسئلته، هنجاوب على الاسئله كلها. جروب امل اهلا بيكي وليكوا وحشه، اعلام المغرب مرفرفه، والجميع حبايبنا بلا استثناء واحد واحد، كل الناس معانا ما شاء الله. شوربه العدس ما بترفعش السكر يا جماعه الا اذا كان بقى في حاجه حاطينها فيها. الخضار ما يرفعش الا اذا كان انت سكرك نوع اول. امل بتقول بياخدوا الدواء ده بكتير جدا عشان تحدي الموضوع، الامل وتحدي السكر عشان موضوع السمنه وزياده الوزن. ده احنا بنبعت هنا، في ناس بتاخد عشان تبعت المغرب. انا جايب لكم فنجان قهوه كبير ورايا اهو عشان لما نخلص ده نشرب ده. انا باخد منجار واتقطع. هو طبعا دلوقتي بيبيعوه سوق سودا وحاجات كده مخدرات، يعني زي ما يكون حاجه يعني بيتباع بقى يعني في السوق السودا والحاجات دي كلها. فطبعا يعني زي ما يكون حاجه ممنوعه، ما اعرفش يعني. لكن انا في رايي برضو النظام الغذائي افضل واحسن من اي حاجه خالص. يعني انا منعه بنفسي، يعني هو في ساعات في ناس بيقول لك انا بضعف قصاد الحلويات، بضعف قصاد النشويات، ما بقدرش. ف العلاج بالاكسجين مش على حسب الـ الـ يعني المرض، وعلى حسب كفاءه المكان وحاجات زي كده. يعني مش اي حد بيشتغل، في ناس بتبيع الوهم، يعني يحطك في اوضه ويقول لك انا بعالج بالاكسجين. احلى لايك من نادية ومي اسبريسو، اقعد اشرب القهوه اعملها مباشر معانا. عايزين نعمل قهوه بس الحاجات دي بقى في مصر في الجنينه كده، والسبرتايه والحاجات دي بتبقى حلوه قوي بصراحه. اخد اكراز امباكوزا، هل ينطبق هذا الوصف على الاكراز دي؟ ما انا معرفش ايه عايده الامباكوزا دي، يعني معرفش. ما انت بتقولي امباكوزا فانا معرفش ايه هي الامباكوزا بصراحه. طلعت شيخ عايز يسمي العائله دي عائله التنظيف. لا احنا عايزين اسم عربي، واخد بالك يعني؟ واخد بالك يا طلعت؟ عايزين اسم عربي. يعني اللي هي عائله الابر، اللي هي يعني العيله دي كده بتاعت الابر دي، عيله ايه بالظبط؟ داليا اهلا بيكي ومنوره الجروب، و بسملة من جروب امل طبعا. السلام عليكم. احمد سعيد بيسأل بيقول انا عندي سكر التراكمي كان 11 من 75 يوم، وباخد حبوب 750، والسكر في البيت الصايم من 5 سكر البراحة من 75 الى 80، وبعد الاكل 90 ل 105. طبعا ممكن توقف الحبوب عادي خالص. عائلة التنحيف، ماشي مفيش مشكلة. الابر المسمومة صعب قوي الاسم ده. عندي سكر نوع تاني ابطل اقراص كيف اعمل؟ يعني سكر نوع تاني ابطل اقراص كيف اعمل ازاي؟ يعني مش فاهم. واحنا ما نعرفش اي حاجه عن الحاله بتاعتك، ازاي هنجاوبك؟ يعني هنقول لك بطل اقراص واحنا عارفين ايه عنك؟ خالص مش عارفين. شوربه القمح طبعا ترفع السكر، من هولندا عمرو. عيله التخسيس، ماشي عيله التخسيس، عيله السكر والتخسيس. كيف اصوم رمضان وانا كل ساعتين اسرع للاكل كي لا تنتمل يديه كثيرا ولك جزيل الشكر؟ فاطمه احنا هنعمل حلقات عن صيام رمضان، فما تستعجلوش ان شاء الله هنتكلم عن موضوع صيام رمضان. بعد الاكل مي بتشتهي السكريات، قاعده تاكل سكريات طول اليوم. طبعا ده بسبب ادمان السكر ومقاومه الانسولين. خلاص ده ادمان السكر
ومقاومة الإنسولين. يوسف بشارة بيقول تواصل إن شاء الله بإذن الله. يوسف يا لأن بالكويت ماشي إيه بدل المونجارو علشان مش موجود بالسوق دلوقتي، سكر على البوردر لاين وباخده للتخسيس. المونجارو موجود والأوزمبيك موجود، لو انتوا في جدة هتلاقوه متوفر. هو اصله بيتباع كاش يعني، ما بقاش حد في التأمين بيصرفوه الا المريض سكر اللي سكره دلوقتي. التأمين الطبي عاملين كرايتيريا يعني، عاملين لازم يكون التراكمي فوق الثمانية تقريبا، والمريض يكون ما نفعش معاه الحبوب وحاجات زي كده لانه دواء غالي يعني. حلقة عن الصمغ العربي، حاضر يا امل. هو طبعا مفيد للناس بتوع الغدة الدرقية عشان انت بتقصدي كده، فهبقولك حاضر ليه. اهلا بيك يا دكتورة الله يحفظك، انا باخد الطائرة نوفو ميكس، ما رأيك فيها؟ طائرة ايه اللي نوفو ميكس؟ هو الطائرة 747 وفي طائرة اللي هي الهليكوبتر، ايه الطائرة؟ هل يوجد دواء يزيد الوزن لمرضى السكر؟ الاكل هو اللي يزود الوزن يعني، مثلا مريض سكر بياخد بروتين زيادة فممكن وزنه يزيد، وقلة حركة ممكن الوزن يزيد. الكورتيزون بينزل بيزود الوزن نفس الكلام. المونجارو يسبب سرطان؟ لا، يمنع من استعماله في الناس اللي عندها قابلية ان ممكن يجي لها سرطان، لكن هو ما سببش سرطان بدليل ان هم ادوا له اجازة علمية والى الان ما شفناش حاجة. محمد الحر، سكر نوع تاني جانوميت مرتين، ملتزم بالاكل والرياضة، التراكمي 7.5، والله ما شاء الله كويس جدا. الريبالسس طبعا من انا ما يعني ما بفضلش لانه حبوب، والحبوب عايزة امتصاص يكون قوي يعني، امتصاص للجهاز الهضمي يكون قوي، وفي نفس الوقت معظم الناس معدتها تعبانة، فالابر مرة في الاسبوع والامور تمام. اصبحت لا اطيق الحلوى، جروب امولة المغرب. جميلة قوي كلمة جروب امولة، بحس ان هم بيدلعوا امل يعني، ايه جروب جميل يعني. عمرو بيقول انا هجيلك من هولندا الجدة، ما تجيش يا عمرو، انا هجيلك هولندا فما تجيش انت، لاني مش ضامن مواعيدي خالص امتى هبقى موجود وامتى مش موجود. في كشف اونلاين لدول الخليج، اتواصلت مع العيادة قالوا مفيش، فهل متاح كشف اونلاين؟ للأسف مفيش، لازم نشوفكم فيس تو فيس يعني. وبعدين الاونلاين ليه يا جماعه؟ طب ما انا معاكم اهو، ما اللي عايز يسال ما يسال، انا مش فاهم ليه عايزه اونلاين يعني. انا ممكن نعمل بقى جروب الانتساب ده يعني ايه للناس اللي هي عايزه تخش وتسال يعني. ام اشرف الغاليه بتقول يا مطنشني يا دكتور، والله ما اقدر خالص، انت غاليه علينا كلنا، وزي ما انت قلت امنا كلنا يعني. جروب امولة بيشكركم يا دكتور، شكرا ليكم. في دواء اسمه الجانوفيا، بشرة بتقول لما اخدته رجعت اكل كتير، مع ان هو المفروض ما يزودش الوزن. الجانوفيا برضو معلومة غريبة، بس يمكن انت مش محتاجة دواء فبيحصل هبوط في السكر فبتضطر تاكل كتير. فيا جماعة اللي عايز يسأل ولا يسافر ولا يكلف نفسه، احنا موجودين معاكم اهو، ونجاوب على جميع الاسئلة وما بنطناش حد. يا ام اشرف، البقوليات بترفع السكر؟ طبعا هي ممكن ترفع السكر لو احنا خدناها بالطريقة الخطأ يعني، بالطريقة الخطأ ممكن ترفع، ممكن يبقى فيه شوية ارتفاع للسكر يعني، فعشان كده ما يبقاش باخدها يعني مع عيش، باخدها مع رز، ما طبيعي ترفع يعني. مي لها رأي بتقول ان مرض السكر هو اكل وشرب، واللي عنده حساسية في الامعاء وبياكل كاربس، الكاربس اللي هو الكربوهيدرات يعني، بس عشان مي عايشة في كندا فبتقول لنا كاربس يعني، هي ايه بتغزنا انها عارفة شوية انجليزي. زي الرز والخبز بيحصل انتفاخ في البطن وبيحصل سكر يعني، اصحاب الكرش خدوا بالكم، وجت قالت في اصحاب الكرش فدي كلمة عربي يعني. مليكة طبعا ممنوع تاخد الابر دي. عبد
عبد الله العنزي بيقول انا محافظ بالاكل وقطع سكريات ونشويات حاليا في لي 3 شهور. ف تعشيت اخر الليل تقريبا، خلصت العشاء الساعة قريب 2 بالليل ونمت الساعة 4 الفجر، وصحيت 7 الصبح وحللت الساعة 10 وطلع النتيجة 104، علما ما معي سكر وشارب قهوة الصبح. ممتاز ممتاز. سؤالان، دكتور عندي سكر نوع تاني يستعمل حبوب، هل يؤثر على المعدة وأكلي؟ أنا من المغرب منطقة أريف، المنطقة دي كده اسمها كده. احنا عندنا زيارة للمغرب إن شاء الله في شهر 5، توقعوا زيارة إن شاء الله نقابلكم فيها. الالفا ليبويك اسيد هتلاقوه مكتوب كمان، يعني على طول ممكن او بعد الاكل ما فيش مشكله. ف مقاومه الانسولين مي، انت لسه بامريكا؟ لا مش في امريكا. دي الاسئله جميله قوي النهارده. نشوف الأسئلة بتاعتكم ما شاء الله عمالة تجري. عندي سكر من نوع تاني، هل مقاومة تسبب خفقان في عند الاستيقاظ؟ لا. الناس اللي بتسأل على الألفا ليبويك أسيد، بأفضل حاجة على معدة فاضية، يعني قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين يعني، تمام؟ ده أفضل وقت ليه، تمام؟ لأن بعض الأكل بيسبب عدم فعالية الدواء، فالأفضل إن احنا ناخده على معدة فاضية. السؤال اللي بعد كده، لو وريتكم الأسئلة وهي بتجري حاجة يعني سريعة جدا. كلوا كلوا شكرا شاشة. بالنسبة للسكر النوع الثاني أم يسرى، اشتقنا لك جدا يا دكتور. هي ما قالتش يا دكتور، بس أنا بقول يعني انا عامل حميه قويه وبيطلع سكر فاطر بعد الاكل 9.5. نفسي اعرف 9.5 دي بتضربوها في كام عشان تحول للملي جرام، او اعرف حتى هو الوحده اللي انتوا بتقيسوا بيها قد ايه. الرز البسمتي ممكن ياكله مريض السكر؟ اي حاجه ممكن تتاكل في الدنيا بس باعتدال. دكتور لما بصوم بيوجع راسي. خلاص يا مي ما تصوميش. مرحلة ما قبل السكر، هل استطيع استخدام البريبرين كل يوم؟ شكرا. انا افضل ان احنا ما ناخدش اي ادوية في مرحلة ما قبل السكر، افضل ان احنا نمشي بالنظام الغذائي، ولكن لو انت عايز برضو ما فيش مشكلة. تراكمي 10 من محمد بتقول يصير اخد هذا للتنحيف، تعبانة اقدامي. اه طبعا، بس باشراف طبي، بإشراف طبي. تسعة ونص وبتضربه في 18. اه يعني بالمايكرو بالملي مول، فأقول 10 في 18 180. معقول، ربنا يخليك يا ام اشرف. 9.5 في 18 يعني الراوند ال 180. بس انت برضه احنا مش عارفين انت سكر نوع تاني ولا سكر نوع اول ولا ايه القصه بالظبط. جلوكوفاج 1000، انا من المغرب.
كنت باخد ديافورمين 1000 غير متوفر فبدلته بالديافورمين العادي نفسه مفيش فيه اي مشكله خالص. اعلام المغرب جميله قوي في البث المباشر في لما تيجوا تشوفوا بعد ما نخلص الحلقه شوفوا كده الشات ما شاء الله عليهم يعني. الابر دي سعرها $40 بالعراق مش عارف بقى الاسعار دي في كل بلد مختلفة. عندي سكر نوع تاني حامد بيقول باخد انسولين وسكر صايم 95، ايش رايك موقف عن السكريات؟ انا مش عارف سكر نوع تاني ازاي وبتاخد انسولين، انا لغاية دلوقتي انا مش فاهم يعني ليه، والله اعلم. يعني ازاي انت تاخد انسولين وانت سكر نوع تاني؟ معرفش استاجد 7000 ده ايه، اتشالت الرسالة. جروب امل شكرا شاشة والله نشيطة جدا ما شاء الله عليكي. مفيصل ربنا يخليكي، حليب جوز الهند وحليب الصويا حليب بيرفع السكر او لا؟ لا المفروض انه ما يرفعش السكر زي الحليب البقري. لازم اخد دور دواء السكر، انا عامله كيتو دايت. لو السكر مظبوط، ما هو يا جماعه دي برضو من ضمن الحاجات، لو السكر مظبوط خلاص مش هناخد دواء سكر، يعني السكر مظبوط بدون دواء خلاص، هو الدواء ده مش لازم ناخد، يعني مش لازم. متى تحضر العيادة مصر؟ ان شاء الله قريب باذن الله. طبعا الحليب البقري بيرفع السكر جدا. عندي السكر نوع تاني والسكر التراكمي نزل من 6.8 ل 5.9، هل هذا جيد؟ ده ممتاز مش جيد. ربيعة جروب امل معرفش دكتور زودت اكل الدهون الصحية علشان لا اجوع. ماشي اتس اوكي مفيش مشكلة. ايه رأيك في اتس اوكي دي يا ما؟ مش انت بس اللي بتتكلمي انجليش يعني. نوع تاني عندي تراكمي 7 وبدأت في اخد جلوكوفاج مع الحمية، هل ساشفى واعاني من فقر الدم؟ فقر الدم لازم ابر يا جماعة، لو بس لازم نشخص يعني، لازم نعرف الاول ده حديد نقص حديد حاجات زي كده، لان في ناس ما بقاش عندها نقص حديد. على ماذا يدل سكر الحمل؟ بيدل ان هو سكر. على ماذا يدل سكر الحمل؟ بيدل ان في سكر عندك. شكرا يا مي على مراجعه الحلقات القديمه اللي في مصر. انا ما قبل السكر بيطلع 9.5 بعد الاكل، يعني اللي هو نظام نضرب في 180 الشوربه والفطر 5.5. والله يا عمرو لو وزنك زايد حاول تنزل وزنك، هي دي النقطه. عندي باخد جارديانس وجانوميت والسكر لا يزيد عن 200 فاطر، هل ده كويس وليه ما يعني يوصل لغايه ال 200؟ المفروض لو انا عملت نظام غذائي معاه هيتحسن جدا يعني. انا سكر نوع تاني والدكتوره بتاعتي كتبت لي اشرب مع الغدا دولوربان مش عارف 50، ما اعرفش ايه الدواء ده، بس على حسب ما الدكتوره شايفه نحترم رأي الطبيب. سكر نوع تاني الدكتورة بتاعتي كتبت لي كذا، شكرا على الرد. عيشة هنا بكندا الجاموس اللي بتعيش بالمية وحليبها كتر به دهن فهي صحية ان اشرب. معرفش والله يا مي، انا جاي لي النهاردة مرضى ما كانوا عايشين في كندا وراجعين، جم كشفوا وراجعين فبيحكوا لي على حاجات عندكم في الدكاترة غريبة شوية، يعني كاتبين الست روشتة كبيرة قوي وادويه كتير بدون داعي خالص، يعني رجعت معاها الدواء كله لقينا هنطلع بعلبه واحده بدل 10 علب. فاقول لهم يعني، وبعدين هناك الدنيا انتظار والكشوفات صعبه وقله الدكاتره ما اعرفش في ايه هناك.
تراكمي 13 والنظر صار يروح تدريجيا اسلوب جديد، هو اسلوب قديم خالص مش جديد، لازم يعني تبدا انت بقى اسلوب جديد، يعني انت مسمي نفسك اسلوب جديد ازاي وانت نظرك هيروح من التراكمي العالي ده؟ فما ينفعش. صعوبة التنفس قبل النوم، في عيادات التنفس دي لازم تشوفها. سكر نوع تاني وباخد انسولين، بلاش كلمة سكر تقعد نوع تاني وباخد انسولين دي. شوف راجع دكتور وشوف كده القصة معاه ايه. تحياتي وتقديري لحضرتك ابو خالد، انا محتاج ازور حضرتك في العيادة، ممكن اعرف عنوان حضرتك في السعودية؟ لا عنواني ما بديش الموضوع هنا، انا عنواني هنا معاكو، انا دلوقتي معاكو، شوف اللي انتوا عايزين تسألوه. تركت الحليب البقري من اسبوعين، خفت يعمل لي سكر. لا هو لو مريض عادي مش هيحصل فيه مشكلة يعني، بس باعتدال. ما اظنش ان هكون موجود يا سلطان، على حسب الظروف. لا يجب عليك اخذ انسولين حامد ادريس. لو سكر نوع تاني تبعتك السودانية، نحن في مصر في انتظار رجوعك، عيادتك بالقاهرة ان شاء الله بإذن الله يا انتصار. اقول لكم على المواعيد بإذن الله، بس ايه انا معاكم دلوقتي يا جماعة، من عايز يسأل حاجة ليه مصرين على الزيارة؟ يعني مش عارف، مش عايزين حد يتكلف حاجة وتذاكر وبتاع ليه يعني؟ ما انا معاكم اهو. هل يا دكتور استمرار على حبوب النكسيوم يضر بالسكر الثاني؟ لا هو هيضر بالمعده وامتصاص فيتامين بي وهشاشه العظم وحاجات كتير يعني. استاجد 7000 ده ولا سمعان؟ ما اعرفش ايه هو، لقيت اسم العلمي او حد اذا كان عارف الاسم العلمي يقول لي. بعد الاكل 180 هل اشرب جلوكوفاج؟ مش عارف انت، اولا طبعا انت في هولندا تقريبا فمش هينفع، ما اعرفش انت اللي في هولندا ولا يا عمرو. 180 بعد الاكل، لو عملنا نظام غذائي مش هنحتاج ناخد جلوكوفاج. انا اخاف ان بدي جلوكوفاج يقوم يبدا السكر مع الجلوكوفاج ينزل شويه، تقوم تاكل اكتر، تقوم تاكل اكتر ويحصل ليك نوع من انواع زياده الوزن ويسبب لك مشكله. احمد سعيد شكرا، احسن حاجه عملتي مش عارف ايه. سكر نوع تاني، الدكتوره بعتت لي مع الغدا بندول 500، بنادول مش عارف ايه بنادول 500. استاجد عباره عن ميتفورمين 700 ملي جرام. هو انا اول مره اسمع ان الميتفورمين فيه 700 ملي جرام، بس اللي اعرفه انه يعني 750 او 1000 ونص يعني او 850، ما اعرفش، اول مره اسمع 750. رهف بتقول دايما ما بردش عليها، لا لازم نرد عليك يا رهف. انا اشوف رهف بتقول ايه، دكتور انا مرهقه جدا سكر نوع تاني مظبوط تماما، بحب حالي متعبه وعظامي بتوجعني. اولا تحليل الغده الدرقيه مهم جدا، وفي نفس الوقت فيتامين د وفيتامين بي، غالبا ممكن نحتاج ناخد فيتامين بي وفيتامين دي بشكل مهم جدا وبتأثيره، ولازم نتاخد فيتامين بي ابر مع فيتامين دي. ادي سؤالك يا رهف جاوبنا عليه. الطبيبة قالت لي ان اضعف يعني اضاعف دواء الميتفورمين، خلاص طالما الدكتورة شايفة كده يبقى مفيش مشكلة. ألم فظيع في راسي عند ارتفاع السكر، طبعا السكر ممكن يعمل ألم شديد جدا، فده برضو من الحاجات الخطيرة جدا. ان شاء الله في هولندا نبقى نيجي، والمغرب ان شاء الله لينا زيارة في شهر 5 ان شاء الله، وادعوا لنا كده نتقابل على خير معاكم. لماذا لا تضحك جروب امل؟
ليه احنا قاعدين اهو، احنا مكشرين، ما احنا بنضحك معاكم اهو. ان شاء الله بكره بعمل تحليل كامله، ومحتاج ارسلهم لك علشان تشخص لي حاله وصف العلاج لو سمحت. والله يا رجب ما اعرفش يعني لازم اشوف الحاله واتكلم معاه، لان مش هينفع تبعت لي تحاليل مصمته كده واقرر لك علاج. يعني شوف الدكتور اللي انت بتتابع معاه. يومين وهروح اعمل تحليل الدم للسكر، وهتجنن دكتور السكر لاني قللت الدواء. والله يا مي انت اتجننت فعلا، لانك بقيتي تتكلمي شويه انجليزي وشويه عربي. بعد الاكل 180 قلنا خلاص عليه، يا خلي بقى مش عارف ايه، بارك الله فيك. القلقاس مرض السكر، القلقاس يعني هيبقى فيه شويه نشويات، فاحنا نخلي بالنا ما يبقاش بكميات كتير. تمام. ام ساره ترحب بكم. من الجزائر، السكر من نوع تاني، واعمل صيام متقطع، لكن اصبح السكر يطلع 190 بعد الاكل، واحس بالتعب الشديد. ما هو صيام متقطع بدون نظام غذائي كده احنا ما بنعملش حاجه. صيام متقطع بدون نظام غذائي كده احنا ما بنعملش حاجه. بكميه قليله يا مي القلقاس، مش كتير. ضروري استمر على دواء الاوزومبيك سكر نوع تاني والتراكمي 7.5 وتوجد ظاهره الفجر؟ على حسب الدكتور اللي كاتبه لك، هو اللي هيحدد استمر عليه ولا لا. وهل انت، ما هو احنا لما بنكتب دواء في ليه تارجت، يعني انت هل الدواء ده بيبقى واخده عشان تخسيس فانت حققت التارجت بتاعك ونزلت الوزن بتاعك، واخده عشان سكر وظبطت، فهو اللي هيحدد الدكتور بدأ معاك من نقطة الصفر الى ان وصلت اللي انتم متفقين عليه ولا لا. تاني السؤال اللي بعد كده، التراكمي بنت جنوب طلع عندها سكر 7 وطبيعي 146، وعدت تحليل و 15 يوم خد مش عارف ايه، تراكمي 6 وطبيعي 99، ده كويس جدا الحمد لله، في تحسن ولا حاجه. هو برضه حته انها حللت بعدها باسبوعين، لازم تحللي بعد 3 شهور. وممكن المعمل الاولاني كانت النتيجه فيه مش مظبوطه. منايف من السعوديه، سكر تاني على حميه، السكر الصايم اعلى من الفاطر، دي مقاومه الانسولين. ارجعي بقى للحلقه اللي احنا عملناها النهارده، ولسه كنا منزلينها على الساعه 8 كده المغرب. عليكم السلام. زهراء المعادي عايزه تجاوبها بس مش عارفين سؤالها ايه. اخي عمل تحليل الصايم اليوم 88 والتراكمي 6، ما عشان كده دايما نقول التحاليل بتفرق، يعني ما نعتمدش على تحليل واحد، وخصوصا ان احنا يكون عندنا اعراض. فده مثال برضو، عيد التراكمي في مكان تاني يكون مضمون، مش اي مكان تعمل فيه. فاحيانا الاجهزة بيبقى فيها مشاكل كتير بتحصل، فنعيد التراكمي ونتأكد. هو كده مرحلة ما قبل السكر، بتعمل سكر صايم وبعد الأكل بساعتين. شكرا يا عمرو على الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل لما نوصل بإذن الله. إكرام، تسلم يا دكتور، ألف شكر. احمد من المغرب بيسال على النظام الغذائي. طبعا النظام الغذائي معروف لكل مرضى السكر، احنا عملنا حلقات عن الفطار والغداء والعشاء، وهنعمل حلقات عن فطار رمضان وصيام رمضان، ومين اللي ممنوع يصوم ومين اللي مش ممنوع، وهنبدا ان شاء الله في الفتره اللي جايه الحلقات دي. بس لازال 7 لايكات فقط. لا هو 228، فاحنا عايزين نزود اللايكات. ماشي اوكي، انا معاكم في دي.
ماجيك لينك ابتدى يظهر، الحنطة السوداء هل هي جيدة؟ احنا عملنا حلقة عن الحنطة السوداء. سكر نوع تاني وعندي غدة ولكن خاملة، عملت حمية السكر صايم 120 وبعد الاكل 150 ونزل 5 كيلو، بقيت بعد الاكل اشعر بطمام، ايه السبب؟ ما التمام والحاجات دي بيبقى مشكلته كبيرة جدا في مقاومة الانسولين وادمان السكريات. المنتجات الالبان ومنتجاتها، الالبان بس الحليب، الحليب نفسه ممكن يرفع السكر شوية. سلطان اكتشف السكر بالصدفة لم تأتي أعراض له، ولكن بعد اكتشافه واخدت مورفورمين علاج وخسيت خالص، ايه الحل؟ انا شايف سلطان الحالة بتاعتك كويسة، مش محتاج زيارات لدكاترة يعني. قول لنا بس التراكم بتاعك والسكر كام. زبادي الحلو جو، زهراء المعادي بصراحة مش شايف السؤال فعلا، هو بس زهراء المعادي كتبت سؤالي كتير. التراكمي 6.9، نوع اول وعايز انزله قبل رمضان اعمل ايه؟ ما 6.9 بالنسبة لنوع اول كويس، يعني كده كويس جدا، فما فيش داعي للقلق خالص، انا شايف ان هو كده كويس. بس سكر النوع الاول المفروض ما يصومش، اللي بياخدوا انسولين المفروض ما يصومش. هنتكلم عن مين المفروض يصوم ومين اللي ممنوع من الصيام. منايف شكرا ليك يا منايف. اي حد يا جماعة عنده استفسار ما يكلفش نفسه ويجي اي مكان، انا مستعد اني اجاوبك على اي حاجة استفسار انت عايز عليه في البث المباشر. غير بث مباشر مش هقدر، مش عندي وقت والله. يعني اللي بيعت لي على تويتر او انستجرام وكده بيبقى صعب جدا ان انا اركز معاه طول اليوم، يعني انا ما فيش عندي وقت والله خالص يعني انا مش فاضي مثلا للنت بس، لا عندي حاجات كتير، عندي شغل كتير وعندي مرضى وعندي مستشفى، فما عنديش وقت. لو في وقت كنت اقدر، بس يدوب على وقت المباشر، وانا بدخل مباشر عشان اجاوب على اسئله الناس اللي بتبعت لي على انستجرام وتويتر وعلى اليوتيوب، يعني فعلا عشان ما بقاش ظلمت حد. ماجيك لينك نظام ما قبل السكر والامور ماشيه معاك كويس. اريد ان اصوم السنه دي. جروب امل مليكه، هنتكلم، بصوا هنتكلم حلقه كامله مين يصوم ومين ما يصومش، وبرده لا ضرر ولا ضرار، يعني مش الموضوع مش عافيه خالص يعني. طيب انا بشكركم جدا على الحلقه النهارده، استمتعت معاكم ويوم سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله كده بكره نتقابل تاني. انا عارف ان احنا ما بقناش منظمين في المواعيد، بس بكره ان شاء الله نلتزم بقى بالميعاد ونبقى في مواعيدنا بالظبط، وان شاء الله كده تكون الحلقات اللي جاية مثمرة بالنسبة لكم. أنا بشكركم جدا وتحياتي ليكم جميعا.